من الحاجات المتميزة جدا في البروجرام عندنا هي فكرة وجود ليرنينج منتور، والليرنينج منتور ده حد من الالدرز او الناس اللي هم سبقوك قبل كده في الراوندز اللي فاتت، وحد بيذاكر كويس وشاطر واحنا شايفينه ان هو بيمارس الكوتشنج بشكل متميز، سميهم اوائل الدفعه او كده. هما بيبقى بيساعدك في رحله التعلم، ازاي انت تستفاد من المواد اللي موجوده، ازاي تحضر نفسك، ازاي تقرا القراءات المسبقه اللي قبل كل موديول واللي بعد الموديول كمان، وازاي لو في حاجه فاتتك في الموديول نفسه او ما فهمتهاش كويس قوي بيساعدك ازاي تفهمها احسن، وازاي تطبقها في مجال الكوتشنج، ازاي تتعامل مع العملاء اللي بتجيبهم من الاول وتشتغل معاهم. حوالي بيديك من وقته حوالي ساعتين ما بين كل موديول والتاني حسب ما انت وهو بتتفقوا مع بعض، واثناء الجيرني كلها بيبقى بيديلك حوالي 12 ساعه دعم عشان عمليه التعلم بتاعتك تحاول تستفاد منها كويس، وده حاجه من الحاجات المميزه جدا عندنا في البروجرام عشان تدعم عمليه التعلم وتعمقها بشكل احسن.